لانه الكرتونتين اللي استلمتهم ما طلعش فيهم معلبات لحوم. بتدبر يعني ان شاء الله. ميرا اخ سعيد، ممكن تدعي لي وتخلي متابعينك الاقي شغل عشان الظروف. طبعا ميرا يا جماعة بتطلب انه تدعوا لها ان شاء الله تعالى، انه الله يرزقها باذن الواحد الاحد بشغل. يا رب ان شاء الله، يا رب الله يفتحها عليك باذن الواحد الاحد يا ميرا. والله كل احترام لك، الله يهون عليك وبس، حسبي الله ونعم الوكيل في الوضع. سعاد بيا بنجور، بنجور سعاد، ويلكم. خان انديا ويلكم. ياسين سلام من المغرب حبيبي عم ياسين، الله يرضى عليك، اهلا وسهلا فيك وفي كل اهل المغرب. كناريا فلسطينية، انا من الاردن زيك دلوعة، انا اسف من الاردن زي دلوعة، دلوعة عيلتنا هي الفلسطينية. احمد انوار بغداد منورة مرة الف مرة. والله يا احمد اشتقنا لمنال، لساتها مش موجودة في الباس. اي ابو ليث الخياط، لو كشف الله الضر عن يوسف في اول ابتلاءه لما آلت اليه خزائن مصر، قد يطول البلاء ليعظم العطاء، فتقبلها ولا تعجل. الحمد لله تعالى اخوي. اول شغلة انا اللي كاتبه، والله قلت لك ما احلى، والحمد لله تعالى راضين بالنسبة بالقسمة والنصيب اللي الله كاتبه ما احلى. انا بس بستغرب من الناس مصروعة على الدنيا، بتفكر لما بيجيك دعم او بيجيك حاجة انه انت لميت مال الدنيا كله او بدك تخبيه في جيبك، هيك بتفكر. مش عارف انه تديتها اقل من طلاق، طلاق كوات كابتر ممكن اخلص الحياة كلها وتقف عندها، الزمن عندك يقف بتاتا. صعب جدا تكلم الناس وتوعيهم، صعب، والاصعب انك تطلع تخدم بني ادم جاهل تقول له انا بدي اخدمك وفجأة تلاقيه بطعن فيك. خلوه على الله احسن من كل حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل وبس. هاي اللي بدي احكي، ان شاء الله بتتبدل هالظروف، ان شاء الله بنرجع لايامنا الطبيعية، صوت الطخ هذا لا تو سمعناه ما نسمعه تاني بحياتنا ان شاء الله. والله يا جماعة اقسم بالله كبرنا واحنا صغار في العمر، شو 30 سنة اللي في سني هالوقت بتلاقيه طالع في هالسيارة بلفلف وين ما اجي، عايش حياته، مرته في ايده بلفلف وين ما بده، بيطلع بياخدها مطعم على شاليه على ابصر شو، وايش بده من هالدنيا. بس انت هنا بنفس الخازوق، هو طولت بتشتد كل ما لها بتشتد. هنا المشكلة بيني وبينكم، مع ضوية اللدات عينيا مزغولت عندها انفجرت. فالفكرة انه احنا صابرين يا ابو الليث، الحمد لله تعالى مش فارقة بقول لك، بس الله يبعد شر بني ادم عن بني ادم، هذا اللي بحب ادعيه دايما. والله بتزور زهر الزنانة. بغداد نورك يا غالي. احمد انوار نورت مرة رابعة، او ماي جاد كبشة ماشي بغداد. فايز حتى نسوي مشاكل بغداد تحلها الحرب حربها والمعركة معركتها. بغداد يا عمي فايز لا جدال معاها. طب خلي ذكر يقولها بم، شوف ايش بتسوي فيه، بتشرشح يا مسكين، فيش هذا فيش عقل، هذا زينا احنا الفلسطينية. إيه علي كامل ماشي يا فايز، دلوعة عيلتنا، أهلا فيك كناريا. كناريا تشرفت بمعرفتك. سرين، هاي سرين أجت، طمنينا عنك. عليكم السلام يا سرين، إن شاء الله رب تكون بألف ألف خير أختي، طمنينا عنك كيف أنت وكيف الجو معك. إن شاء الله بعد العملية حاسة حالك منيحة إن شاء الله تعالى. أحمد أنوار مريومة فين يا سعيد؟ والله بيني وبينك يا أحمد أنا نفسي تنام هالوقت ونومة تقيلة كمان شوي، لأنه صراحة الليلة سخنة، مدام في صوت طخ الليلة سخنة شوي. فخلينا نقول يا رب أحسن من كل حاجة. دلوعة عيلتنا فايز، امسح تعليقك في كلام ممنوع. أوبا البس فايز بالزوج يحذف التعليق. أهل النجاح سلام من الجزائر، عليكم السلام.